الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم. عالم طب الأسنان ده عالم مثير جدا، عالم أنا فيه حاجات بستغربها برضو في ثقافة الناس. أولا ألاقي واحد ربنا مديله مع يعني رزقه كويس وشغله كويس ومرتبه كويس وكل حاجة، ومش مهتم بأسنانه. طب أنت مهتم بإيه؟ ليه مهتم بعربيته؟ مهتم يروح يصيف؟ وأنا بستغرب جدا الناس اللي بتروح تصيف بالأسبوعين بالتلاتة. الواحد أنا يعني لا يعني أنا لو محظوظ جدا أصيف تلات أيام منهم جمعة وسبت، يعني خميس وجمعة دناوة كده، يبقى أنا لو عملت كده، وأنا مش هعرف أعمل كده. لكن لا يعني ماشي، ربنا يفتح على الناس وتصيف براحتها، بس وانت رايح بتصيف وبتصرف كتير، وعلى ما اسمع كده ومعلومات اللي وصلاني ان مش عارف سعر الميه في الحته الفلانيه بكذا، وسعر الحاجه الساقعه بكذا، وطبق الفول اللي احنا بناكله ان هو سعره هناك في الحته اللي انتوا عارفينها دي برضو بكذا، انت بتصرف ده كله مستخسر في سنانك؟ انا مش فاهم، مش فاهم بالظبط انت بتفكر في ايه، انا مش فاهم. طبعا فكرة بقى ايه، اصل انا دكاترة الاسنان، لا دكاترة الاسنان دلوقتي في مصر احنا دول بايونير الوطن العربي، وغير كده تقدم المذهل في تكنولوجيا صناعة الاسنان خلت اللي كان بيتعمل في 6-7 شهور دلوقتي بيتعمل في 3 ايام حرفيا او في يومين ويمكن في يوم، خلى اللي كان بيتعمل في سنة بيتعمل في ايام بسيطة، وطبعا بتكنولوجيا متقدمة، اشعة مقطعية عاملة ازاي، رسم ابتسامة عامل ازاي. فأرجوكم انتبهوا لقصة ان انا بصرف قليل وكتير في حياتي وباجي على اسناني وابخل فيها او اطنش. طب النهاردة من ضمن الحوارات هيكون المعنى ده، اسمحوا لي ان انا ارحب النهاردة بضيفتي الممتعة دايما في حوارها اللي احنا بنفتح النهاردة ملفات كبيرة ومهمة في عالم طب الاسنان، وهذه الملفات ستتضمن الكثير من المفاجآت. أكيد المفاجآت دي ما تحلاش إلا بوجود ضيفتي العزيزة الأستاذة الدكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان كلية الطب جامعة القاهرة طب الأسنان، والحاصلة على الدبلومة في زراعة الأسنان من جامعة سيفيا، وماجستير جراحات الفم والأسنان من كلية الطب جامعة القاهرة. أهلا بيكي. أهلا بيكي دكتورة، ربنا يخليك. إمتى نقول إحنا لازم نعمل زراعة أسنان؟ متى نلجأ إلى زراعة الأسنان؟ لما بيكون عندنا حاجة مفقودة. ليه؟ لأن الناس عندها خلط ما بين أني أزرع وما بين أن أنا أركب كراون. الناس فاهمين أن الاتنين حاجة واحدة. لا، اللي احنا بنزرع إمتى؟ لما يكون ما فيش سنان. يعني مثلا حالة زي كده، دي حالة زراعة ولا مش حالة زراعة؟ زراعة. كل بق عبارة عن جذور مكسرة. طب ما هو ده لازم يزرع. في ناس تيجي تقول إيه، طب بلاش تكاليف الزراعة، خليني أعمل طقم متحرك. أكتر واحد هيندم على هذا القرار هو اللي أخذ القرار ده، لأن الطقم المتحرك حتى دايما أقولها للناس اسمه متحرك، هيفضل يتحرك في بقك. تخيل أن أنت عايز تاكل وبتمضغ، وأنت بتمضغ على حاجة بتتحرك في بقك، عمره ما بيكون ثابت 100%. فهو بيجي عليه مرحلة وبيقول لا خلاص أنا مش عايزه. لما الشكل مثلا اللي إحنا عملنا له في الحالة دي، عملنا له قصة طويلة قوي، عملنا 6 زرعات فوق و6 زرعات تحت، وبرضو الموضوع بتاع الناس كلها، وطبعا ده زارع لسة، لان مفيش لسة، مفيش يعني البق فعلا يعني فاقد كل حاجة. ليه بقى؟ لانه هو ساب الامور لحد لما بقت بقه عبارة عن مجموعة جذور جنب بعضها. دوت لا عارف يقفل بقه، ولا عارف يمضغ، ولا عارف يتكلم. وفي حاجة كمان برضو غايبة عن الناس، موضوع المفصل الفك. مفصل الفك ده مشكلة كبيرة محدش بيركز فيها. انت عارف ان انت لو عندك الضرس مخلوع في الجنب اليمين مثلا، فانت بتفضل اوتوماتيك تاكل على الشمال بس، بعد فترة بتلاقي مفصل الفك بيدخل في مشاكل. زي ايه؟ زي طقطقة الفك، زي البق بيعلق يعني هيفتح ما يقفلش، هيقفل ما يفتحش، العكس. بتدخل في مش قادر تفتح بقك تمضغ، مش قادر تاكل حاجه ناشفه. طب يا جماعه الفيلم ده كله احنا دخلنا فيه ليه؟ ما احنا كان ممكن من الاول، من اول يوم
خلعنا ضرس نحط ضرس مكانه، وما نصبرش كتير يعني ما نسيبش الجدر بالشكل ده مكسر سنين علشان نفكر ليه، لان الجدر دوت بيعتبر بقره متعفنه او بقره بتطلع بكتيريا. البقره ديت كل ما بتطلع بكتيريا كل ما بتاكل في العظم. يعني قصه الخراج ان احنا ناخد له مضاد حيوي ينشفه، الكلام دوت كلام خاطئ، مفيش حاجه كده. وانا نفسي الناس تستوعب فكره الخراج. الخراج ده يا جماعه بيطلع، او الخراج دوت الماده اللي جوه الخراج اللي هي الصديد دي عباره عن خلايا ميته عماله تاكل في العظم اللي حوالين المكان. لا، وبؤره انفكشن ده ممكن تعمل مشاكل في القلب وتعمل مشاكل في كذا عصمامات. وليه ما نسيبش؟ دايما عندنا فكره في معتقداتنا الشعبيه، عندك مضاد حيوي عندك خراج خد مضاد حيوي. ايوه حاجه تاخد مضاد حيوي علشان تقلل العرض مش المرض، العرض وتقلل فرص ان الانفكشن يمتد الى السكه. لكن انت ما عالجتوش. لكن فكره انشف لازم، لا ما معروف ان الخراج الابسس مين درينج لازم نفضيه. والله نفسي الناس لا الناس كلها لحد دلوقتي يقول لك انا كان عندي خراج والحمد لله عالجته ازاي؟ خدت مضاد حيوي فتره طويله وحوله كرونيك. حوله لكرونيك وهو خلاص هو موجود وعمال ياكل في العظم وعمال يكبر، واحنا مش حاسين هو بيكبر ازاي ولا التفاصيل مش موجوده عندنا، بس هو متصور ان هو كده خف. لا هو فعلا ما خفش. فاللي انا عايزه اقوله ان فكره الاسنان اللي احنا سبناها مكسره فتره طويله دي تاثيرها كبير، وفي تاثير اكبر ان هو مش عارف ياكل. تخيل واحد ما عندوش اي حاجه ياكل عليها ياكل ازاي؟ في برضو حاجة الناس مش متصوراها بتحصل في السن الكبير مع الناس اللي فقد أسنانها فترات طويلة جدا، زي الصورة اللي كنا لسه عارضينها، إن حضرتك عشان تنضغ بتضطر إن أنت تمد الفك السفلي لقدام علشان تعرف تنضغ مع الفك العلوي. فأنت بتعمل ستريتشنج جامد للتندونز أو الأربطة بتاعة المفصل، عمال تشد تشد تشد. ده لما بيجي يزرع ويركب بتبقى أسنانه في الآخر عضة معكوسة. بنتعب جدا علشان نقدر نحط الزرعات في مكان مظبوط فوق وتحت، بحيث ان السنان تبقى نازله على بعضها كده تنزل بالشكل ده. وبرده من الحاجات المخلوطه عند الناس كلها ان ده الشكل الطبيعي لرصه الاسنان، اللي فوق بيغطي تلت او نص السنان اللي تحت. كل الناس جايه عايزه السنان اللي فوق تقف على السنان اللي تحت كده. ده تروماتيك اوكلوجن، دي تكسر بعضها. ربنا ما خلقش كده، ربنا خلقهم كده يتزحلقوا على بعض واحنا بننضغ واحنا بنتكلم. احنا لو حبينا نجمع الحاجات البسيطه اللي معروفه واللي غير معروفه لفقدان الاسنان للمجتمع كله، المعروف اللي هو الشكل والشفه تسقط والكلام اللي احنا عارفينه دوت وسنه مفقوده في النص شكل مش حلو، الكلام اللي احنا ما نعرفوش، الحاله النفسيه السيئه اللي بتاثر على مسار حياتك كلها، ومفصل الفك. مفصل الفك حاجه لا يستهان بيها، من الحاجات اللي تعويضها وعلاجها مش سهل وبتجيب وبتقعد تايم طويل. فدي من الحاجات اللي انا بوضح للناس مشكله فقد الاسنان لفتره طويله، مفصل الفك بتاعنا مش هيكون في حالته الصحيه ابدا. واحنا بنقرب من الزراعه عايزين برضو نشرح للناس فكره اللي متخوفين من الديوريشن، يعني من الوقت بتاع الزراعه. الناس تقول لك ده انا هقعد ازرع بقى وهدخل في معلم الزراعه دوت هيقعدوني 6-7 شهور جنبهم عشان نزرع، او 3 شهور. الالم وهو الى اخره. برضو انواع الزراعات ده من الحوارات بتاعت الناس وبعضها. هل هقدر مثلا ماديا انا عايز اعمل زرعتين دلوقتي وفي محتاج زرعتين تانيين، هقدر اعمل تاجيل لزرعتين واعمل زرعتين في وقت مبكر شويه؟ نمسك الموضوع كده سنة سنة. موضوع أول حاجة لازم الناس تعرفها علشان مشكلة السوشيال ميديا طالعة ازرع فكك على 4 زرعات فقط. يا جماعة لأ، 4 زرعات دي حاجة مش بتقعد تختارها، مش بتختار بدلة لونها أخضر ولا أزرق ولا مفيش حاجة اسمها كده. الفك ده ما ينفعلوش غير ال4 زرعات، وعلى فكرة ال4 زرعات قد يكونوا أغلى من ال6 و7 زرعات، لأن دي زرعات بإنكلينيشنز معينة بقطع غيار بميل معين بقطع غيار معينة. يعني أنت بتشتري لها حاجات غير اللي بتشتري للزرعات العادية، دي قصة لوحدها وبتكنيك لوحدها وموضوع، ما هياش كده إيه النبي زرع لي على 4. لا لا لا، هي مش قصة كده، هي الحالة دي لازم يزرع لها على 4. 4 دي حاجة غالية مش حاجة رخيصة، عشان بس الناس تبقى متصورة. مش كل ما بتقلل العدد كل ما كسبت، لا ده ما كسبتش. في ال4 زرعات هي أغلى من ال6 و7 زرعات كمان. أوكي. الحاجة التانية، الناس لما بتيجي تختار احنا كده اتكلمنا في عدد الزرعات، نوع الزرعات.
برضو الناس بتتكلم كسوشيال ميديا وكسمعة. ما فيش حاجة اسمها الزرعة الفلانية هي الزرعة الوحيدة الكويسة في العالم اللي هتجيب لك نسبة سكسس ريت خرافية. الكلام دوت كلام في دواء في الدنيا تاخده يضمن لك انك تشفى في خلال فترة معينة 100% والمرض ما يرجعلكش تاني. ما فيش. الناس متقبلها في البطنة ان انت ممكن تاخد دواء برد ويجي لك برد تاني بعد ما تخلص الدواء باسبوع. الناس متقبلها عادي قوي. ما تتقبلهاش بقى في الاسنان. ليه؟ لان الناس متعود انا دافع مبلغ كبير يبقى انا لازم الحاجه دي تقعد في بقي ما ينفعش الجسم يرفضها. لا، ما فيش حاجه اسمها كده. ده رياكشن. انت عندك السكسس ريت بتاعك اعلى سكسس ريت في الكتب من 95% لـ 97%. من فضل الله الحمد لله ان شاء الله انا من الناس اللي 97%. طيب و3% دولت ايه؟ هل دول مثلا كانوا زرعين زرعه وحشه؟ لا، مفيش حاجه اسمها كده. اي زرعه في الكون في حاجه اسمها فيلير ريت. الفيلير ريت دوت بيحصل ليه اسباب كتير ممكن تنتهي بانون كوز. يعني ايه؟ يعني سبب غير معروف. فلما احنا بنختار زرعه بلد المنشا بتاعها حلو مش معنى كده ان انت ضمنت ال 100% سكسس. لا، انت قللت الفيلير ريت. انت عندك السكسس او النجاح والفشل بتاع الزرعه ده خاضع لايه؟ خاضع لثلاث عوامل. عامل الاول المريض، العامل الثاني الدكتور، العامل الثالث نوع الزرعه والمكان اللي فيه الزرعه. دول حاجتين مرتبطين ببعض جدا. المريض لازم المريض يكون صريح. ليه؟ لان الناس يعني فعليا والله بتيجي يقول له حضرتك السكر التراكمي ايه؟ يقول لك لا 120، لما بيعلى قوي 180. فندم ده مش تراكمي، ده اللي انت عامله في البيت بالقلم او في المعمل. ما بصي حضرتك انا زي الفل. دي فعلا بسمعها كتير. طب حضرتك انا عايزه اقرا رقم، اعتبريه زي الفل. لا، دي ممكن مشكلة. يجيب لك تحليل قديم، يعني مثلا يجي يجيب لك ورقه كده في التحليل معموله من سنه جايب ايه؟ اعتبريه 7. لا يعني ايه اعتبريه؟ انا لازم يكون معايا ورقه. حضرتك جاي تهرج. اول حاجه السكر. تاني حاجه اللي الناس غافله عنها جدا والاطباء كمان احيانا بينسوها، فيتامين دي. ده ما حدش بيقول. حاجه ثالثه الكوليسترول، الضغط. طبعا الاربعه دول كل واحد منهم لا يقل اهميه عن الثاني. والغده الدرقيه بنحط عليهم، نحط معاهم الغده الدرقيه، بنحط عليهم الغده الدرقيه. الفيلير ريت مرتبط بالاربعه دول اكتر. الغده الدرقيه هتعمل لنا مشكله اثناء الشغل والبنج اثناء. في عندك عامل موضوع السجاير. مش شطاره ان انا ابقى شم ريحه السجاير من وهو لسه بيقول مساء الخير ويقول لي هما سجارتين في اليوم، مستحيل. وفي برضو معادله الناس مش عارفاها بس ممكن اشرحها بالراحه جدا علشان دي هتفيد الدكاتره وهتفيد المرضى. الفيلير والسكسس او النجاح والفشل ما هواش واحد واحد يساوي اتنين. في شويه عوامل كده بتشيل بعضها. بمعنى ايه؟ يعني السكر بتاعك مش مظبوط بس التراكمي مش عالي قوي. ماشي، ما تحطش معاه بقى فاكتور تدخين وتحط معاه فاكتور الضغط عالي ومش بياخد ادويه ضغط. حط عليه كمان فاكتور فيتامين دي، مش احسن حاجه كده. الدنيا عمال تعلي 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 في الفيلير في المشاكل. لكن ممكن الدنيا تمشي لو السكر التراكمي عالي حاجه بسيطه بس، ما تحطش بقى فاكتورز كتيره مع بعضها. ممكن يبقى مدخن 3 4 5 سيجارات في اليوم بس لا عنده سكر ولا ضغط ولا عنده مشاكل في حاجه تانية. دي ممكن تعدي الحاله شويه او ما تلاقيش الفيلير ريت مبالغ فيه، واخد بالك؟ فالحاجات اول نوع اللي بيأثر لنا على المشاكل كلها الخاصه بالمريض اللي هي الانواع العلاجيه والكلام ده. طبعا هتحط عليه الاخواننا اللي عندهم مشاكل بيتعالجوا بالاشعاع والكيماوي، ربنا يشفيهم جميعا. دي مشكله لازم بعد ما يخلص الجرعه على الاقل بست شهور على الاقل، لو ما كانش سنه كمان كده. دي العوامل اللي ليها علاقه بالمريض. طيب ندخل للعوامل اللي ليها علاقه بالدكتور. طبعا لازم الدكتور دوت يبقى سمعته حلوه ومعروف ان شغله حلو والسكسس ريت بتاعه حلو. ما نقيش دكتور الناس كلها بتشتكي منه والحاجه بتاعته مش طالعه كويسه ونقول طب نجرب. طب ما هتجرب يبقى انت في فاكتور
30% من الشغل انت خسرانه. حد يكون شغله حلو ومضمون وسمعته حلوه بلس ده بلس يكون عنده اشعه مقطعيه في المكان وده الافضل. ليه؟ لما هتحصل مشكله ادخل اتصور اشعه مقطعيه بسرعه وارجع لي المشكله في العصب الفلاني، لا هنعمل له استبعاد واحنا شغالين، لا العظم اللي حطيناه محتاج يزيد شويه، لا محتاج يقل شويه علشان العظم نفسه يعرف يتنفس. لما بتبقى الاشعه المقطعيه او التكنولوجي انت المالك ليه بتفرق معاك كتير، غير لما تحط الزرعه وتقفل وتقول له روح صور في مكان تاني وارجع، مش هتعرف تفتح تاني جرح بعد ما قفلته سوتشرز، مش هينفع. ده الافضل للمريض ان يكون المكان اللي اختاره يكون فيه النوعيات بتاعه التكنولوجي كلها موجوده واهمهم الاشعه المقطعيه. ثالث حاجه نوع الزرعه والمكان اللي بتحط فيه الزرعه. نوع الزرعه دي سيبها للدكتور، لان عمر نوع الزرعه ما هو العامل الاوحد المؤثر. قولي لي بقى التركيبه على الزرعه. هقول لك انا التركيبه على الزرعه الحاجه الحلوه هتيجي ازاي. سي الحالة ديت طبعا حضرتك شايف السنان هم كلهم سنتين اللي في الفك العلوي وجدر والدنيا مش أحسن حاجة، وطبعا دي ست فاضلة ولا عارفة تاكل ولا تتكلم ولا أي حاجة. فالمشكلة اللي قابلتنا إن إحنا لقينا عندها وهي يعني ربنا يديها الصحة يا رب، هي فوق الستين أو يمكن فوق السبعين، لقينا عندها النياب مدفونة من أيام طبعا زمان وهي قوي. ما تعرفش فاضطرينا ان احنا نعمل عمليه لوحدها علشان نشيل الانياب المدفونه ديت وندعم المكان دوت بعظم علشان نفتح بعد كده نحط زرعات جنبها مش في نفس المكان. حطينا في الحاله ديت ست زرعات تمام. طيب اتبقى عندنا مشكله كبيره في شكل اللثه وان اللثه فيها جزء واطي وجزء عالي و كذا اتجاه وكذا انحناءه والشكل مش هيطلع حلو خالص لو ركبنا بالطريقه العاديه اللي انا اصلا ما بحبهاش. ايه الطريقه العاديه؟ ايه لازم الناس تبقى مستوعبه ان احنا عندنا حاجه اسمها زرعه وحاجه اسمه طربوش تمام. الزرعه والطربوش دول ما ينفعش يدخلوا كده يقوموا يبقوا جزء واحد، ما ينفعش. ليه؟ لان الزرعه دي جوه في العظم على عمق والطربوش دوت سطحي يعني من بره. هما الاثنين عشان يتقابلوا لازم ما بينهم وصله. الوصلة دي اللي عاملة مشاكل بقى في الكون كله دلوقتي. الوصلة دي اسمها أباتمنت تمام. الأباتمنت دي الطريقة الوحشة اللي الناس بتعملها. الناس دي بتعمل ايه؟ بتجيب زرعات رخيصة ومعروف ان هي رخيصة. ليه؟ لان الفيلير ريت بتاعها عالي، وبيقوم حاطط الأباتمنت على الزرعة وقت التركيب موصلهم ببعض، وبيبرد الأباتمنت في بق العيان لان الأباتمنت دي جزء معدني. ده ايه مشكلته؟ ان انت لما بتبرد ما انتش عارف الشكل النهائي للثة هيكون ايه، لان انت لسه حاطط زرعه ولسه اللثة هتلتئم عليها وتديك شكل نهائي في الاخر. فهينتج عنه ان انت بعد ما هتبرد واللثة تهدى وتيجي بقى تركب تلاقي اللثة مشرشره وطالعه ونازله. دي اللي بتعمل مشكله بتاعت انا ركبت والاكل بيدخل في ما بين الزرعه وما بين اللي قبلها واللي بعدها وتحت الزرعه. ليه؟ لأن دي أوفر طريقة تعمل بيها تركيب على الزراعة علشان تقدر تطلع هامش ربح من الرقم الغريب اللي اتعمل بيه كامبين المريب. مريب وغير منطقي. التركيبة دي بقى اتعملت إزاي؟ التركيبة دي احنا قلنا طريقتين للتركيب على الزراعة. طريقة ان انت بتحط الأباتمنت أو الوصلة ديت وبتبردها في بق العيان وهتطلع النتيجة في الآخر بختك يا أبو بخيت، هيطلع حتة عالية وحتة واطية وحتة رمادي طالعة من بره ومنظر مش ممكن هيطلع حلو، لان العلم يعني لا يكذب. لا يمكن ان الناس عماله تشتغل بقالها سنين وتقول لي لا انا كده انا صح. لا غلط. طيب احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحط بديل للاباتمنت في بق العيان، بديل يعني حاجه مشابهه تمام، وبناخد عليه مقاس او بنصوره سكان يعني بالكمبيوتر، وبعد كده بنحط مشكل لثه في بق المريض علشان اللثه تكسي عليه تبقى عارف ان هو دوت الدوران النهائي اللي انت هتشتغل عليه. وبتاخد المقاس وبعد كده بتحط المقاس دوت على الكمبيوتر وبتبدا ان انت تشتغل وبتعمل فريم يعني شاسيه داخلي تبني عليه السنان. الشاسيه الداخلي ده ايه بقى؟ ايه فكرته؟ الشاسيه ده فيه نوعين، يا اما شاسيه معدن، يا اما بتعمله بورسلين برضه
او زيركون، وده بيكون غالي جدا. تمام، ده بقى ايه قصته؟ ان هو بيوزع الفرصة على الزرعات، الزرعة علشان تضمن ان هي تعيش فترة اطول، ما تجيش بعد سنتين ثلاثة وتلاقي حصل فيها مشاكل. لازم الاستريسز تبقى كلها قد بعضها، ما يبقاش في ناحية ضغطة وناحية لا. ليه؟ لان كده انت بتحمل على جنب واحد، فالزرعات دي هيجرى لها حاجة. فالشاسيه دوت بيوزع الفرصة على الزرعات كلها قد بعضها. بعد ما بنحط الشاسيه دوت بنرجع نصور تاني او ناخد مقاس تاني، ونبدا نعمل شكل تصوري للاسنان ونعمل بيه عضه. عشان كده التركيبه على الزراعه بياخد زيارات كتير، بياخدش اقل من 3 زيارات في الفك الكامل، مش بتكلم في ضرس واثنين وثلاثه وسته، ده هو مره واحده بنكون مخلصين. لكن الفك الكامل انت بتظبط حاجات كتير، بتظبط خط الابتسامه، بتظبط العضه، بتظبط مفصل الفك علشان هو يعرف ينضغ. لا ينفع تعلي العضه قوي ولا ينفع توطي العضه قوي، تبوظ المفصل بتاع الاسنان. عندك الفك الكامل مشكلة، ولو فكين بقى مع بعض بروفيشناليتي عالية جدا، ان انت تعرف تعمل الحاجة دي تطلعها 10 من 10 مريحة بتنضغ وشكلها حلو، لا بتتهته ولا مش عارف تنضغ. في ناس ممكن تعمل لهم تركيبة ما عرفش يبلع ريقه، انت متصور ان انت من 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 العضة عالية جدا لدرجة بقه ما بيقفلش عشان يبلع ريقه. فبعد ما تخلص كل الخطوات ديت بتجيب بقى الطرابيش الزيركون وبتقوم ملزقها كده في الشاسيه في الاخر. ايه بقى ميزه كل الخطوات دي غير الطريقه الاولى؟ ان انت بتحط اباتمنت وتبرده في بق العيان وتقوم ملبس عليه الطربوش دايركت. ايه الميزه وايه العيب؟ في الحاجه الثانيه الميزه ان انت لو حصل مشكله لا قدر الله في اي زرعه، لا قدر الله اي حاجه حصلت لك، احنا بنشيل الطرابيش ديت، بنفك السكروز، بتنزل الشاسيه، تبدا تعالج المشكله اللي عندك، وتقوم مرجع الشاسيه بالسنان تاني ومربط زي فكره الصواميل او المسامير. يعني انت خلصت الموضوع دوت في ولا حاجه. يعني لو وارد ان يحصل مشكله في اي زرع، وارد، افترض. طب لو انت عامل الطريقه الاولانيه بقى، حضرتك نو واي ان انت تعرف تحلها. ده انت ممكن كمان تضطر تشيل الزرعه او تسيبها لحد ما الزرعه نفسها تبدا تفك من العظم وتنزل. الطريقه الاولانيه الغلط ديت اللي ناس كتير بتعملها علشان الدكتور يطلع هامش ربح، لانه نازل بكامبين خرافيه غير منطقيه. بيعمل الطريقه دي، يوم هتشتكي هيقول لك استحمل شويه، خد مضاد حيوي، مش هيعالج لك المشكله، اللي هو هيسيب لحد ما الزرعه نفسها تقع بالطربوش اللي عليها، يبدا يحط زرعه جديده. ده تكنيك خاطئ، وخلاص ثبت ان هو خاطئ. التكنيك الثاني اجمل، اظبط، شكله النهائي اكتر من رائع، بس اغلى في كل حاجه. يعني دايما التركيب على الزراع غالي. ليه؟ علشان الاكسسوارز اللي انت كل خطوه عمال تحطها، كل الاكسسوارز ديت بتكلفك رقم كبير. بس في النهايه انت طلعت العيان خلاص، مش يعني منتهيه مشاكله خالص تماما، مش كل شويه هيفضل رايح جاي رايح جاي، وكل شويه عنده مشكله، وكل شويه بيقول لك لا انا في عندي حاجه عايز اصلحها. لا خلاص، بيبقى زي باب وانت قفلته. نورتي وشرفتي ضيفتي العزيزه التي تبدع دائما، دكتوره اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان وصاحبه الدبلومه في عالم لزراعه الاسنان من جامعه سيفيا. نورتي وشرفتي يا دكتور ايمن. خليكم دايما مع الناس الحلوه. We'll be right back.